الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس العلم والروضة من رياض الجنة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم بركة هذه المجالس، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. فخير ما يستعمل فيه العبد في هذه الأزمان المظلمة طلب العلم، طلب العلم الذي يثمر صلاح العمل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال كما في الصحيح من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة ودلالة إرادة الخير بالعبد أن يوفق إلى الفقه في الدين، والفقه في الدين المقصود به العلم به والعمل، وليس المقصود جمع المسائل ومعرفة الأحكام وإدراك ما يكون من ملح العلم، إنما المقصود ما يثمر ذلك من ثمرة، وهو صلاح القلب واستقامة العمل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. في هذا المجلس نبتدئ إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وأحسبه والله حسيبه أنه من المجددين في تعليم علوم الدين لا سيما في جزيرة العرب. فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جاء في زمان جمد فيه أكثر المتعلمين والمعلمين على التقليد وعلى العناية بدراسة الفقه ومسائل الدين من خلال المتون الفقهية دون تحرير وبحث ونظر وتحقيق وتعليل وترجيح. ففتح الله تعالى على هذا الشيخ العالم الجليل رحمه الله بمطالعة ما كتبه وسطره إمامان جليلان، وهما أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وابن القيم تلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. فنهل من كتبهما المنهج النقدي والتحليلي، واستفاد من ما في كتبهما من تأصيل علمي رصين يناقش ويبني الأحكام والعقائد والمسائل على الدليل. ولذلك استفاد رحمه الله من هذا استفادة واضحة جلية في مؤلفاته وكتبه، إضافة إلى هذا النمط من التجديد أنه فتح الله عليه في تيسير علوم الدين وتقريب العلوم لكافة المستويات من المتعلمين، بل حتى من عامة المسلمين. ففتح الله تعالى عليه في سيلان قلمه وجريان عباراته على وجه عذب لذيذ تطرب له الأسماع وتستوعبه الأفهام، وفتح الله عليه بجمع المعاني الواسعة في الألفاظ اليسيرة المختصرة. وهذا من الفتوحات التي إذا وفق إليها العبد فتح له في جمع علم كثير غزير في عبارات قليلة. يشهد هذا ويعرفه كل من طالع كتبه رحمه الله بتمعن، وما تميز به من رصانة العلم وحسن عرضه، والتحدي الذي ينبغي لطالب علم أن يعتني به حتى يكمل نفسه في التعليم هو هذان الأمران:
الأمر الأول رصانة العلم ورسوخه، فبقدر الرسوخ يدرك الإنسان المعارف ويقوى على مواجهة المستجدات والحوادث. الأمر الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول حسن العرض، القدرة على إيصال المعلومة، فكم من إنسان عنده من العلم والرسوخ الشيء الكثير لكنه لا يستطيع أن يقرب هذه المعلومة للناس، فيكون ما في قلبه من العلوم محجوبا عن العالمين لا يستطيع أن يوصله إليهم لعجز لسانه وضعف بيانه عن إيصال هذه المعارف. فإذا فتح الله على العبد في هذين الأمرين قوة المعلومة وحسن عرضها كان هذا من توفيق الله ويكتب له من القبول ما لا يكتب لغيره. بل أقول إن العلم القليل مع حسن العرض يؤثر بأضعاف مضاعفة إذا قارناه بالعلم الغزير مع ضعف البيان. ولذلك مدح الله القرآن بالبيان بأنه مبين وأنه بلسان عربي مبين وأنه بيان للناس، كل هذا لما للبيان والإيضاح من تأثير في إيصال الحق. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فتح الله له في هذا الأمر فتحا مبينا، فلا يقرأ أحد من أهل المعرفة والمحبين للتعلم شيئا من مؤلفاته إلا ويلاحظ هذه السهولة والسلاسة في عرضه. وتجلى هذان الوصفان اللذان تميز بهما الشيخ رحمه الله في هذا المؤلف الذي بين أيدينا وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فإن مطالعة هذا الكتاب تبين لك هاتين الميزتين، فهاتان الميزتان من سمات هذا الكتاب ومما تميز به. الشيخ عبد الرحمن السعدي هو من علماء هذه البلدة وهو ممن تلقى العلم على جمع كثير من العلماء وجلس للتعليم مبكرا وألف مؤلفات عديدة، ولعل هذا المؤلف مما ألفه بعد بدايته وجلوسه للتدريس، فإنه قصد بهذا المؤلف المبتدئين من طلبة العلم لتقريب المعلومة وتيسيرها، ولذلك بعد أن ألفه دفعه إلى أحد تلاميذه ليدرسه للطلبة المبتدئين في طلب العلم وجعله بينه وبين الطالب على وجه المراجعة، فكان إذا احتاج الطالب هذا المعلم معلم الطلبة إذا احتاج إلى مراجعة رجع للشيخ، فخرج هذا الكتاب محررا يسيرا سهلا كما سيتبين إن شاء الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي له مؤلفات عديدة من أبرزها تفسيره الشهير الذي اتسع ذكره وانتفع به خلق كثير، وهو من أفضل التفاسير التي احتوت سلامة الاعتقاد، قوة المعلومة، سهولة العبارة، العناية بالمعاني الجامعة، فإنه تفسير يعتني ويهتم بجوامع المعاني لا بتفاصيلها ومفرداتها. ولذلك من طلب تفسير معنى كلمة في آية قد لا يجدها في التفسير لكنه يجد المعاني الإجمالية العامة التي تستفاد من الآيات وتراد لها تلك السياقات في كلام الله عز وجل وفي آيات الكتاب الحكيم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله توفي سنة 76 و300 و1000 للهجرة، وهو قد تخرج على يديه جملة من الأئمة والعلماء الذين نفع الله بهم، وغالب وقد درست على جماعة منهم، ومنهم شيخنا إمام هذا الجامع محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الذي تولى التدريس بعد الشيخ عبد الرحمن السعدي وامتد قرابة نصف قرن في التعليم ونفع الخلق على نحو الطريق الذي سلكه الشيخ رحمه الله. فأسأل الله أن يغفر لهم وأن يجمعنا بهم في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا تعريف مختصر بصاحب هذا المتن، وحقه أن يفرد له بيان وإيضاح، لكن نحن في دورة ومعلوم أن الدورات مبناها على الاختصار، ومن ذلك الاختصار فيما يتعلق بخصائص المؤلف، وإلا المؤلف حري بالدراسة لبيان منهجه وطريقته
فهو من علماء العصر المبرزين المجددين، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه.